نجاح جديد وصفحة جديدة من التاريخ يكتبها قطاع البترول المصري بعد بدء التشغيل التجريبي لأملاق غاز البحر المتوسط. حقل ظهر الذي يقع شمال الشواطئ المصري على المتوسط نجاح من شأنه أن تتحول معه خريطة سوق الغاز الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، بما يحول مصر لواحد من كبار مصدري الغاز في المنطقة، وهو ما يدعم استقرار سياسي وأمني. أنا بس عايز كلنا واحنا موجودين هنا وحتى اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي في مصر يبص على الخريطه دي كويس ويشوف الخط البنفسجي ده اللي هو فوق، اللي هو كل المناطق الاستكشاف المتحدده ما بتعدهاش. الخط ده هو خط ترسيم الحدود بيننا وبين قبرص. وعايز اقول لكل الناس انها تخلي بالها. انت ممكن تقعد في مكان وتقول ايه ما تعملش الموضوع دوت، ما تنفذوش، وتطلع تقول كلام انت في الاخر بتضر في بلدك. مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد يعد اكبر كشف غاز تحقق في مصر ومنطقة البحر المتوسط، ويمثل اضافة قوية لدعم احتياطات وانتاج مصر من الغاز الطبيعي، ما من شأنه الاسهام في تلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز، فضلا عن تشجيع كبرى الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول المصري بدعم كافة مؤسسات الدولة. طبعا كان في ضمانات سداد ايضا، وهو ده جزء مهم ساعدنا فيه كل من البنك المركزي ووزاره الماليه، لانه الدوله كلها بتقف كيد واحده بالتزام تعاقدي مع الشريك الاجنبي. من اهميه هذا المشروع انه على مدار كام سنه اللي فاتوا عند الاعلان عن هذا الكشف لما اتقال انه بهذا الحجم، وفي نفس الوقت اتحطت الخطه واعلنت وبدا التنفيذ، أصبح فيه اهتمام كبير جدا من الشركات العالمية أنها تنضم لهذا النجاح. وبالتالي في خلال الفترة دي انضمت من حصة شركة إني كل من شركتي روز نفط الروسية وبي بي البريطانية، واشترت من حصة شركة إني بعض الحصص كما هو موضح، 30% لشركة روز نفط و10% لشركة بي بي، وده من حصة شركة إي إن آي. وجاء تكثيف قطاع البترول المصري لحجم تعاقدات الأنشطة البحث والاستكشاف ليثمر عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر، بما عجل أيضا من عملية تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الإسكندرية وأتول ونوراس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية للقطاع ككل. وتتمكن مصر من النجاح في الانتهاء من المشروع في أسرع وقت، حيث يعد مشروع ظهر مشروع الأرقام القياسية، فاستغرق 28 شهرا منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج، وهو ما يمثل إنجازا فريدا من نوعه مقارنة بالاكتشافات الممثلة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ضخامة استثماراته والتي تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع. إنجاز جديد يعد تحولا جذريا في قطاع الطاقة المصرية، ويعيد تغيير المفاهيم في صناعة الغاز العالمية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الإنجازات.